السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في نشرة الثامنة نستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية يعقد رفقة أعضاء اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى اجتماعات موسعة مع الأطراف السياسية البوروندية لحل الأزمة السياسية في البلاد. انطلاق أشغال الاجتماع الاستثنائي لوزراء دول الساحل الخمس وبحث آلية التكامل الاقتصادي بين دول المجموعة يتصدر هذا الاجتماع. الناخبون الإيرانيون يدلون بأصواتهم في انتخابات البرلمان ومجلس الخبراء التي يتنافس عليها المحافظون وحلفاء الرئيس الإيراني حسن روحاني. مرحبا بكم مشاهدينا. ناقش رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز وأعضاء اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى مع مختلف الفرقاء السياسيين وهيئات المجتمع المدني في بوروندي السبل الكافلة بحل الأزمة السياسية وبناء مصالحة وطنية شاملة. ودعت اللجنة الأطراف السياسية البوروندية إلى العمل على بناء الثقة لحل الأزمة السياسية في البلد. باشرت اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى المنبثقة عن قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة مؤخرا في أديس أبابا التي تضم رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز والرئيس الجنوب إفريقي جاكوب زوما والرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس الغابوني علي بونغو أديمبا ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسلين. باشرت لقاءاتها مع لجنة الحوار الشامل وأقطاب المجتمع المدني والقيادات الدينية والاجتماعية في بوروندي بهدف حل الأزمة السياسية في هذا البلد المستمرة منذ 10 أشهر. وقد حثت اللجنة رفيعة المستوى الفرقاء السياسيين في بوروندي إلى تجاوز نقاط الخلاف وبناء الثقة من أجل إقامة مصالحة وطنية شاملة كفيلة بتجنيب البلاد الانزلاق في مأزق لا يخدم السلم ولا الاستقرار في بوروندي. كما طالبت اللجنة مختلف الأطراف السياسية البوروندية إلى الإصغاء لصوت الحكمة لإخراج البلاد من أزمتها الحالية. وأكد أعضاء اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى أن القارة الإفريقية قادرة على حل مشاكلها الداخلية. هنا بالعاصمة انطلقت مساء اليوم أشغال الاجتماع الاستثنائي لوزراء دول الساحل الخمس. سيركز هذا الاجتماع على مناقشة مقترحات وتوصيات اجتماع رؤساء دول الساحل المنعقد في نجامينا عام 2015 وبحث أنجع الصيغ للنهوض باقتصادات دول الساحل الخمس وتعزيز التكامل بينها. يأتي اجتماع نواكشوط اليوم في إطار تجسيد توصيات ومقترحات قمة رؤساء دول الساحل المنعقدة في 20 من شهر نوفمبر عام 2015 في نجامينا بتشاد. وسيبحث هذا الاجتماع عددا من القضايا ذات الصلة بتشجيع مسلسل التنمية في دول الساحل وتعزيز التكامل الاقتصادي والنهوض بأداء المرافق العمومية وتوسيع نطاق تدخلاتها للحد من انتشار الفقر ومحاربة البطالة. وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولي الجاي أكد في كلمته بمناسبة افتتاح الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء دول الساحل الخمس أن مجموعة دول الساحل ماضية في تنفيذ عدد من الاستراتيجيات والخطط التنموية الهادفة في محصلتها النهائية إلى الرقي بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجموعة، وذلك من خلال تشجيع التكامل الاقتصادي بين الدول وتوطيد علاقاتها بشركائها في التنمية. وقال إن الاجتماع الاستثنائي لوزراء دول الساحل الخمس في نواكشوط سيركز على بحث مشروع ميزانية المجموعة للعام 2016 والتعقيب على ميزانية التسيير للعام المنصرم، هذا بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. الأمين الدائم لمجموعة دول الساحل السيد ناجيم الحاج محمد قال إن نجاح سياسة مجموعة دول الساحل مرهون بتحقيق آمال وتطلعات شعوب المنطقة التي علقت آمالا جساما على المبادرة التأسيسية لهذا الكيان الإقليمي. وأضاف أن تلبية هذه المهمة النبيلة تتطلب قدرا من العمل والجهد المتواصل في مجال إعداد البرامج التنموية الهادفة وتحسين مناخ الاستثمار داخل هذا الفضاء الإقليمي وتعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين.
يجوب حاليا ولاية أدرار لآسيوي يضم 22 سائحا يمثلون كبريات شركات التسويق السياحي والسفر في 4 دول آسيوية، وذلك بهدف تسويق السياحة للصحراء الموريتانية للسياح الآسيويين. وقد تمت إقامة مخيم في مدينة شنقيط لاستضافة المتسابقين، كما قام الرالي بتوزيع العديد من المعدات والحقائب المدرسية على تلامذة مدارس وادان. وقد أشاد المشاركون في هذا الرالي بجو الأمن والسكينة اللتين تنعم بهما بلادنا. شهدت بعض أحياء العاصمة مؤخرا انقطاعات في توزيع المياه، ويرجع المختصون في الشركة الوطنية للمياه الأمر إلى تقادم شبكة التوزيع. الزمير شماد اللحمد قام بجولة في بعض أحياء العاصمة وعد بالتقرير التالي. انسياب المياه من هذه الحنفية أمر اعتيادي لا يثير اهتمام أي أحد، لكن عندما يتوقف الماء لسبب من الأسباب تثور التساؤلات والشكاوى، فالماء أخص وجود وأعز مفقود. وضعية المياه في مدينة نواكشوط تختلف حسب المقاطعات، فاستبدال شبكة التوزيع القديمة بشبكة توزيع جديدة هو ما يحكم تدفق المياه أو تذبذبها أو انقطاعها في بعض الأحيان وبعض الأحياء. الماء لا مرة يقطع ومرة يجي مرة يهوتنها، انقطاع الدحميس دائما. تمنين يعود من وين الله لك يا رشا. ما قط انقطاع الماء ولا الضب، ما هو انقطاع شوي وعادي. اسمعت انقطع لنا الى عاد ساعة والله ربعها ويجينا. انا ساكن في مقيصيرة التروى. ها فهمت؟ والله العظيم الكريم يا البريق اللي تمشيني انت الحق 500 و600. وعي ينقطع لنا ونعطوها 6 ايام واربعة ما رينا. نحن بقيت شهر زاد والماء قطعنا ما هو عندنا ولا فاتن حلت لنا مشكلته. ما قولنا على انه ليش قال ما ثريناه. نحن هنا الشيخ مقيصيرة التروى المياه عاد تنقطع يوميا بشكل يومي، وذاك امر ما نعرف كان امره يرجع للشركه اللي هنا الشام تبارك له شهر والله ثنين مع تشي والقلبه توفي اخبارها. 150 الف متر مكعب في اليوم هي طاقه الانتاج منذ عام 2010، ومشروع تجديد شبكه المياه بلغت نسبه انجازه 80%. امران ترى الشركه الوطنيه للمياه انهما كفيلان بضمان تدفق الماء ونفاد الجميع اليه. قطاعات المياه اساسا نتيجه للشبكه القديمه اللي ما هي قادره تتحمل طاقه الضغط والتدفق اللي موجوده بالمليون. مشكله الانتاج اليوم ما تلاقي طارحه مشكله، وفيه تدفق وضغط كافيين، يا غير الشبكه في بعض من الاحياء ضعيفه ما هي قادره توصل للماء. يا غير بعد عن نهايه هذا المشروع نسبه طرح الانابيب وصلت الى زياده 80% مع نهايته. هذه المشاكل ان شاء الله الدور يقلب عليها نهائيا، وعد قاع المواطن مات له محتاج انه يعمل السيربريسر اللي يزيد تكلفه فاتوره الكهرباء، وعد اللي مات له فاصل في عدل هذه الخزانات اللي في المنزل اللي عندهم تاثير على جوده الماء. الماء عصب الحياه واساس التنميه، مما يجعل توفيره مطلبا والمحافظة عليه ضرورة. انطلقت ليلة البارحة في نواكشوط حملة تحسيسية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، منظمة من طرف المنتدى الموريتاني للصم بالتعاون مع نقابة الصحفيين الموريتانيين والمنظمة العالمية للإعاقة بإشراف من وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة. تهدف الحملة إلى توعية الرأي العام الوطني حول حقوق هذه الفئة المهمة من المجتمع. وأكد نقيب الصحفيين الموريتانيين السيد أحمد سالم المختار السالم في كلمة له بالمناسبة استعداد النقابة للتعامل مع كل الأنشطة المماثلة، داعيا كافة الصحفيين للمشاركة في هذه الحملة. جرى انطلاق الحملة بحضور نقيب المحامين وعدد من الأساتذة والمهتمين بترقية حقوق هذه الشريحة. وأوضح رئيس المنتدى الموريتاني للصم السيد محمد حبيب الله والمحمد موسى أن هذا النشاط يهدف إلى مناقشة حقوق هذه الفئة على ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. يهدف هذا النشاط إلى مناقشة حقوق هذه الفئة على ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري والصادر عن الأمم المتحدة والتي صادقت عليها بلادنا في 3 أبريل 2012.
تعتبر هذه خطوة هامة على طريق الاعتراف بحقوق هذه البيئة وضمان العيش الكريم في إطار من الاندماج والقبول في مجتمعاتها بعد عهود من الإقصاء والتهميش والصور النمطية الظالمة. ونصل الآن مشاهدينا الكرام إلى جديد الاقتصاد رفقة الزميلة فاطمة سمت محمد محمود بعد هذا الفاصل. شكرا منات وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا الاقتصادية لهذه الليلة. احتضنت نواكشوط أمس اجتماعا إقليميا هو الثاني من نوعه يعنى بدراسة السبل الكفيلة بالحفاظ على التوازنات البيئية الكبرى لتيار الكناري والمنظم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومشروع حماية النظم الإيكولوجية البحرية. شارك في اللقاء أعضاء اللجنة الوطنية للمشروع الجهوي وممثلين عن بلدان عديدة في شبه المنطقة. وعلى هامش اللقاء أدلى السيد الخليفة والمحمد خبير في المعهد الوطني لبحوث المحيطات والصيد بتصريح للنشاط الاقتصادية بيّن خلاله أهداف هذا اللقاء. المخطط عبارة عن رؤية شمولية للدول المعنية بهذا المشروع، رؤية شمولية للمواضيع اللي تهمهم كاملين من ناحية الموارد البحرية، من ناحية البيئة، من ناحية الجوانب الإيكولوجية الثانية اللي زابيتا. كل هذه الجوانب يعني هذا المشروع، وتدخل في إطاره سبع دول إفريقية، وهناك شراكة فعلية علمية لدراسة كل هذه النظم البيئية اللي مرتبطة بالتيار كوران دي كناري. وهذا التيار معروف أنه مرتبطة به الثروة، والله يشمل ثروة هائلة بحرية تقدر باحتياط كبير وانعكاس مادي واقتصادي ومعنوي للدول المعنية. نتابع الآن أسهار أهم العملات الأجنبية مقابل الأوقية. اقتناء الورود لتزيد المنازل تقليد جديد على مجتمعنا، حيث يلاحظ إقبال بعض المواطنين على شراء الورود وإن كان ذلك بشكل خجول، لكن هذه الوضعية لم تمنع سيد عمر سالم من تأسيس مزرعة لبيع الورود وأشجار زينة المنازل، وهو يعول على جني الأرباح من هذه التجارة وإن على المدى البعيد. محمد الطلحة زار مزرعة نموذجية لإنتاج الورود وعاد بالتقرير التالي. بروح التحدي والمثابرة والتكاتف تسير هذه الأسرة بأفرادها في طريق التأسيس لنجاح تجاري في مجال بكر لم تتعوده الذهنية التجارية الوطنية كثيرا. بيع الزهور وأشجار الزينة وديكور المنازل حرفة امتهنتها هذه الأسرة وخبرت أسرارها، فحققت بذلك نجاحات تجارية ومهنية معتبرة. هذه مهنة أولاً أنا حكمنا من الصغر، عاد عندي موهبه تعلمتها في صغري منين كبرت في جو الطبيعه، وذنه قريب عندي على اني نقدر نعيش في مكان، والله نرقد في مكان ما فيه شجره طبيعيه، والله نشم فيها راحه طبيعيه. استفاد منها من ناحيه اقتصاديه مستفاد، وحتى ملي عنده مردود كبير حتى نفسيا نرتاح نشوف الخضار ونشوف الطبيعه. وعلى الرغم من حداثه استخدام الورد في الهدايا والأشجار لزينة المنازل في بلادنا، أصرت زينب على مواصلة مهنتها باعتبارها مصدرا للدخل قابلا للتطور وقادرا على تغطية نفقات أسرتها ومتطلباتها المادية. جيت هون وفرت وجودي واشتغلت الحمد لله، فيها ياس المتاعب، ولكن اللي راحة بالنسبة لعيالي والصيفة اللي نقوم بها تدبير الحال الحمد لله متعبة مكلفة هي الحريه، ولكن أنا أصبحت لي هينة بما أني الحمد لله العيال رابين فيهم وطافلات يقرأوا فيهم مستفادات منها، حاليا نقرأ مدارس حرة الحمد لله مستفادين، حالا في التكوين ثانوي كامل الحمد لله رب العالمين، وذناتي هنا لامذ المزرعة. تواصل هذه الأسرة مشوارها الحميم مع الطبيعة بورودها وأشجارها، تتفيأ ظلالها وتجني ثمار كسبها، ولهم فيها مآرب أخرى.
رفضت ألمانيا اعتماد مجموعة العشرين لأي خطط تحفيز مالي قبيل انطلاق فعاليات اجتماع وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لدول المجموعة، ودعت إلى تركيز مجموعة العشرين على الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو. في المقابل قال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة تأمل في التوصل إلى اتفاق حول التزام أكثر جدية من الدول الأخرى في مجموعة العشرين لاستخدام السياسات النقدية والتدابير المالية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الإصلاحات لتعزيز الطلب. أعلنت الصين أنها ستواصل تطبيق سياستها النقدية المستقرة، وذلك لضمان استقرار اقتصادي وتحكم مستمر في النمو. وقالت شو شياو تيشوان محافظ بنك الشعب الصيني خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي التأم في شانغهاي إن الصين لا تخطط سياساتها الاقتصادية الكلية بشكل مفرط على أساس أداء الاقتصاد الخارجي أو تدفق رأس المال، مؤكدا معارضة بلاده الدائمة لتخفيض العملات التنافسي الذي استخدمته بعض الدول من أجل تحفيز قوة التصدير. وفيما يلي نتابع أسعار الأسهم وأهم المؤشرات في الأسواق المالية العالمية. النشرة الاقتصادية، عودة إلى مناتا وباقي عناصر النشرة. إلى اللقاء. شكرا لك فاطمة. دوليا، أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم أن الأسير محمد رقيق سيوقف إضرابه عن الطعام الذي بدأه منذ أزيد من 3 أشهر بعد توقيع اتفاقا مع السلطات الإسرائيلية يقضي بعدم تجديد اعتقاله الإداري. وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن رقيق رفض الانتقال للعلاج في أي مستشفى إسرائيلي وفضل البقاء في مستشفى العفولة للعلاج على يد طاقم فلسطيني. بالزغاريد ودموع الفرح تلقت عائلة الأسير الفلسطيني محمد رقيق خبر إنهاء إضرابه عن الطعام إثر التوصل إلى اتفاق مع السلطات الإسرائيلية لإنهاء اعتقاله في 21 من شهر مايو المقبل. إضراب الأسير الفلسطيني استمر 94 يوما وأثار خلال هذه الفترة ضجة واسعة في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث أعلنت هيئة شؤون الأسرى مطلع هذا الشهر أن وضعه بات مثيرا للقلق بعد أن فقد النطق الكامل و 60% من قدرته على السمع، وعبرت عن تخوفها من دخوله في غيبوبة لرفضه تناول الأدوية وإجراء الفحوص. أسرة الأسير الفلسطيني أكدت في تصريح لها لوسائل الإعلام عن فرحتها لنيله حريته، وأعلنت أن عملية علاجه ستتم على يد طاقم فلسطيني. نعلن لكم اليوم انتصار إرادة الأسير الصحفي محمد رقيق، حيث بفضل الله عز وجل نعلن لكم أنه يتم الآن الاتفاق في مستشفى العفولة على أن يكون 21 من أيار هو موعد الإفراج عن محمد، وسيتلقى العلاج نظراً لحالته الصحية الخطيرة على يد طاقم طبي من فلسطيني الداخل المحتل في مستشفى العفولة، وذلك نظرا لحالته الصحية الخطيرة. ويعد الأسير محمد رقيق أول سجين يتم تطبيق قانون التغذية القسرية بحقه لكسر إضرابه، وقد شهدت مناطق واسعة من الضفة والقطاع حملات للتضامن معه احتجاجا على موقف إسرائيل الرافض للاستجابة لمطالبه. توجه الناخبون الإيرانيون اليوم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان ومجلس الخبراء، يتنافس فيها المحافظون وحلفاء الرئيس حسن روحاني الذي يسعى لتعزيز نفوذه. ويسعى الرئيس الإيراني ليتعزز موقفه بالاتفاق النووي إلى كسب النفوذ في انتخابات البرلمان وكذا مجلس الخبراء. توجه الناخبون الإيرانيون اليوم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان ومجلس الخبراء، وهي انتخابات يتنافس فيها المحافظون وحلفاء الرئيس حسن روحاني الذي يسعى لتعزيز نفوذه.
ويتنافس على مقاعد البرلمان 290 أكثر من 6000 مترشح، وتشتد المنافسة بين لائحة مشتركة للتيار الإصلاحي وتيار الاعتدال ولائحة المحافظين، كما ينتخب الإيرانيون اليوم كذلك أعضاء مجلس خبراء القيادة الذي يتولى مهمة مراقبة أداء المرشد الأعلى وتعيين مرشد جديد في حال فراغ المنصب، ويبلغ عدد المقاعد المتنافس عليها 88 مقعدا. وأعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي أمس عن انسحاب أكثر من 1200 مترشح للانتخابات لمصلحة اللوائح الرئيسية، ما يجعل عدد المتنافسين على مقاعد مجلسي الشورى والخبراء 5138 مرشحا. وقد سخر للعملية الانتخابية 120 ألف صندوق اقتراع، نصفها للانتخابات البرلمانية والنصف الآخر لانتخابات مجلس خبراء القيادة، تتوزع على 53 ألف مركز انتخابي. كما نشرت إيران نحو 250 ألف عنصر من الوحدات الأمنية للسهر على أن تجري الانتخابات في ظروف آمنة. حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قادة دولة جنوب السودان على الإسراع بعملية السلام والعمل على وقف إطلاق النار الموقع في أغسطس 2015 لإنهاء الصراع الدائري في البلاد. وقال في ختام زيارة مقتضبة التقى فيها الرئيس الفاكير مياردت إنه يتعين على حكومة جنوب السودان ممارسة مسؤولياتها وحماية سكانها، وشدد على ضرورة أن تدرك الأطراف أن المسؤولية لا تنتهي بمجرد توقيع اتفاق بل تبدأ مع توقيع هذا الاتفاق، وأكد أنه قد حان الوقت لممارسة هذه المسؤوليات. وأعلن الأمين العام أن الأمم المتحدة ستقدم 21 مليون دولار كمساعدات إنسانية من صندوق مواجهة الحالات الطارئة للبلاد. أطلقت الشرطة الأمريكية النار على مسلح بعدما قتل 4 أشخاص وأصاب العشرات في مقر عمله بشركة في هيستون بولاية كنساس الأمريكية. وقال قائد الشرطة إن المسلح فتح النار في مقر شركة إكسل للصناعات، وكانت الشرطة قد تلقت في وقت سابق تقارير عن سماع عيارة نارية في شوارع قريبة من مقر الشركة. وأضاف قائد الشرطة أن المسلح كان يقود سيارة ويطلق النار منها، لكن الشرطة داخل مبنى شركة إكسل أطلقوا النار عليه وقتلوه، ولم يكشف عن اسم المسلح، لكن حددت هويته بأنه موظف في مصنع لإنتاج آلات حصد الأعشاب. ونبقى الآن مشاهدين الكرام مع جديد الرياضة مع الزميلة منى محمد بعد هذا الفاصل. اليوم المنتخب الوطني للشباب أقل من 20 عاما أمام نظيره التونسي بنتيجة 4 أهداف من دون مقابل، وذلك في اللقاء الودي الثاني له مع شباب نسور قرطاج ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه المرابطون الشباب بالعاصمة التونسية منذ 20 من الشهر الجاري، وذلك ضمن التحضير لمواجهة المنتخب الجزائري ذهابا وإيابا شهر إبريل المقبل في إطار الدور الأول من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم إفريقيا للشباب والتي ستجرى بزامبيا العام القادم. المباراة التي جرت على أرضية ملعب المنزه عرفت سيطرة شبه مطلقة لأصحاب الأرض، خاصة بعد افتتاحهم لسلة التهديف في الدقيقة 32 من عمر اللقاء. ومع وصول المباراة إلى الدقيقة 70 أضاف شباب نسور قرطاج هدفهم الثاني، وبعد 5 دقائق أي في الدقيقة 75 تمكنوا من إضافة الهدف الثالث، وجاء الهدف الرابع للمنتخب التونسي في الوقت بدل الضائع وبالتحديد في الدقيقة 94 من ركلة جزاء. تمكن عميد أندية كرة القدم الوطنية فريق الأقصر من كسب النقاط 3 للمباراة التي جمعته مساء اليوم بالملعب الأولمبي مع فريق تجنين، وذلك بعد تغلبه عليه بنتيجة 2 من دون رد. أهداف المباراة التي تأتي ضمن منافسات الجولة 17 من البطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم سجلت عن طريق لاعب الأقصر حكيم أماندري في الدقيقة 16 و85 من عمر اللقاء. هذا وستستكمل مواجهات هذه الجولة غدا بإجراء مباراتين تجمع الأولى منهما بالملعب الأولمبي بين فريق زمزم
والكجية، والثانية بفريق أو بين فريق إف سي تفرق زين المتصدر وفريق الشرطة، على أن تختتم مواجهات الجولة 17 يوم الاثنين بمباراة تجمع بين فريق إف سي نواذيبو وفريق الجيش. أكدت مصادر من إدارة نادي الكدية من الزويرات الناشط بدور الدرجة الأولى لكرة القدم أن بعثة الفريق غادرت المدينة المنجمية فجر اليوم باتجاه العاصمة نواكشوط، وسيواجه فريق الكدية مساء غد بالملعب الأولمبي نظيره فريق زمزم ضمن الجولة 17 من البطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى في كرة القدم. وكانت بعض المصادر الإعلامية قد تحدثت يوم أمس عن احتمال غياب الفريق عن مواجهة الغد لأسباب ربطتها بإدارة النادي. دوليا في هذه النشرة الرياضية الموجزة، فاز اليوم المرشح السويسري جياني إنفانتينو برئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بعد حصوله على 115 صوتا في جولة التصويت الثانية من الانتخابات التي جرت في ختام الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بمدينة زيوريخ. ختام جولتنا الرياضية لهذه الليلة، شكرا على المتابعة وعودة بعد الفاصل إلى مناتا. شكرا لك منى، وبذلك نصل مشاهدين الكرام إلى نهاية النشرة الثامنة. عود على بدء وتذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية يعقد رفقة أعضاء اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى اجتماعات موسعة مع الأطراف السياسية البوروندية لحل الأزمة السياسية في البلاد. انطلاق أشغال الاجتماع الاستثنائي لوزراء دول الساحل الخمس وبحث آلية التكامل الاقتصادي بين دول المجموعة يتصدر هذا الاجتماع. الناخبون الإيرانيون يدلون بأصواتهم في انتخابات البرلمان ومجلس الخبراء التي يتنافس عليها المحافظون وحلفاء الرئيس الإيراني حسن روحاني. دمتم بأمان الله مشاهدينا، وإلى اللقاء.